فخامة رئيس الجمهورية يلتقي بوفد مجموعة يوروبا الدولية المتخصصة في مجال النفط، وقد دار اللقاء حول تعزيز التعاون بين المجموعة والبلاد. وزير الداخلية والأمن العام والهجرة يلتقي بسفيرة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد، وقد تبادل الطرفان مجمل القضايا المتعلقة بتعزيز التعاون بين الوزارة والاتحاد في كافة المجالات. وزير المناجم والتنمية الصناعية وتطوير القطاع الخاص يقوم بزيارة تفقدية لمصنع أسمنت سيماف الذي افتتحه رئيس الجمهورية مؤخرا، وذلك بهدف معرفة الأسباب التي حالت دون عمل المصنع. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم العرض الرئيسي لهذا المساء من الفضائية التشادية. التقى اليوم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بوفد مجموعة يوروبا الدولية برئاسة السيد مراد كارا، وتبحث الطرفان حول مختلف المجالات المتعلقة بفتح فرص للاستثمار في البلاد خاصة في مجال النفط. كان ذلك بحضور معاوني رئيس الجمهورية وسفير الإمارات لدى البلاد سعادة محمد علي الشامسي. محمد عثمان عبد الغني إدريس. تستقبل البلاد هذه الأيام عدد كثير من مسؤولي الشركات والمجموعات الدولية ورجال الأعمال والمستثمرين، وذلك بهدف الاستثمار والعمل في تشاد. في هذا الإطار التقى فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بالسيد مراد كارا، عضو في مجموعة يوروبا الدولية التي تعمل في مجال البترول ومجالات أخرى تسهم في التنمية المستدامة. المقابلة حضرها السفير الإماراتي لدى البلاد سعادة محمد علي مصباح علي الشامي، وعدد من الوزراء ومساعدي رئيس الجمهورية بالأمانة العامة والمكتب المدني. خلال هذه المقابلة التي استمرت عدة ساعات، تناول ممثل مجموعة يوروبا الدولية مع فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو العديد من المواضيع المتعلقة باستخراج البترول التشادي من قبل المجموعة الدولية، مؤكدا بأنهم سيقفون مع الحكومة التشادية في مختلف برامجها التنموية والتي تنصب في مصلحة الشعب التشادي. وتتقدم مجموعة شركة يوروبا الدولية الكثير للبلاد في مجال النفط والتجارة والاقتصاد والبنية التحتية. جينا هون لنبدأ تعاوننا مع دولة تشاد وأخذ باليد لأنها تقوم وتنهض بمجال النفط ومجالات الخيرية والبنية التحتية في الدولة. والتعاون والأخوة موجود متوفر بين دولة الإمارات وتشاد، لأنه والعلاقات دائما ودية ومتبادلة، واليد ممدودة دائما لتشاد تحت رعاية سمو ولي العهد وفخامة الرئيس سمو الشيخ خليفة. ودولة الإمارات دائما تطلع على مساعدة أشقائها وخصوصا دولة تشاد. أن مجموعة يوروبا الدولية هي شركة بريطانية بالتعاون مع عدد من الشركات الإماراتية، وتعمل في مجال البترول وفي مجالات كثيرة لها صلة بالتنمية والتقدم في الكثير من الدول. كما التقى فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بوفد شركة سوما التركية التي تعمل في مختلف المجالات التنموية. التقرير عثمان عبد الغني إدريس مرة أخرى. بعد أسابيع من زيارة الدولة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي قام بها إلى تشاد، ومن خلال الاتفاقيات الموقعة بين الدولتين في مجال التنمية والبناء، وتلبية للنداء رئيس الجمهورية للمستثمرين الدوليين من أجل الاستثمار في تشاد، وصل السيد إنفارسيان مسؤول شركة سوما الدولية التركية القصر الرئاسي، حيث استقبله فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. وتدخل هذه المقابلة في إطار التعاون بين شركة سوما التركية والبلاد في عدة مجالات خاصة في مجال البناء. خلال المقابلة أكد إنفارسيان لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بأن شركته ستقوم بتنفيذ عدد من المشاريع في تشاد، خاصة بناء مطار جرماي وعدد من الكباري داخل العاصمة نجمينا. كما تقوم شركة سوما التركية ببناء عدد من المباني السكنية لصالح المواطن التشادي، وستقوم الشركة بالتعاون مع الحكومة التشادية بدراسة تنفيذ عدد من المشاريع إذا طلبت الحكومة التشادية ذلك، وستتأم وتقف مع تشاد في برنامجها الوطني للتنمية. من جانبه، فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو شكر مسؤولي شركة سوما التركية على هذه البادرة الجميلة التنموية التي يقدرها جميع الشعب التشادي، وأبدى ارتياحه للتعاون التشادي التركي في مختلف المجالات، علما بأن الاتفاقيات التي وقعت بين تشاد وتركيا خلال زيارة الرئيس التركي ستجلب للبلاد الكثير من الخير،
خاصة من خلال التعاون التعليمي التجاري الاقتصادي والاستثماري ومن خلال التنمية الشاملة. عقد أمس أول مجلس عادي للوزراء تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، الذي وجه أعضاء حكومة 24 من ديسمبر الماضي بضرورة تحمل المسؤولية الكاملة من أجل سير عمل الدواوين الحكومية بصورة جيدة ورفاهية المواطن التشادي. الزميل محمد حسن عبد الرسول عد التقرير التالي حول توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، نتابع. عقد برئاسة الجمهورية أول مجلس للوزراء لحكومة بايمي باتاكا ألبير المعدلة في 24 من ديسمبر 2017، حيث ترأس الجلسة فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وبحضور رئيس الوزراء بايمي باتاكا ألبير، بهدف إعطاء التوجيهات والإرشادات الجديدة لحكومة 24 من ديسمبر. هذه التوجيهات تتمثل في ثلاثة نقاط هامة، أولها لأعضاء الحكومة التقرب من المواطنين من أجل معرفة الاحتياجات الحقيقية للمواطن وكيفية التعامل مع الواقع الحقيقي على الأرض والاستجابة لهموم ومتطلبات الشعب التشادي. كما طالب المجلس من أعضاء الحكومة النظر في كيفية تقليل السفريات الرسمية والورش التدريبية التي ترهق كاهل الميزانية العامة للدولة، وعلى جميع أعضاء الحكومة بذل قصارى جهدهم من أجل خفض المصروفات العامة للدولة تماشيا مع مقتضيات الأزمة الاقتصادية التي ألقت بظلالها اقتصاديات العالم ككل. والأعضاء الحكومة تحمل المسؤولية الكاملة من أجل الانسجام هذه التوجيهات لمواجهة التحديات الماثلة أمامهم، بغية انتعاش الاقتصاد الوطني عبر تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية التي تعهدت بها الحكومة التشادية مع شركاء التنمية خلال قمة الطاولة المستديرة لحشد الموارد للخطة الوطنية للتنمية باريس خلال 4 أعوام القادمة. التقى معالي رئيس الوزراء بايمي باتاكي ألبير مع الشركاء الاجتماعيين الأربعاء الماضي في إطار المفاوضات بشأن الخروج من الأزمة الاقتصادية. وخلال الاجتماع تعهد الطرفان على مواصلة الحوار والبحث عن حلول لتلك الأزمة. وحول هذا الموضوع فقد عد الزميل خالد بوس الحاج الورقة التالية. لقد بات من الضروري بالنسبة للحكومة وشركاء الاجتماعيين بذل المزيد من الجهود في إطار البحث عن حلول للأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد. الأمر ذاته ينطبق على كل من الإطار الوطني للحوار الاجتماعي واللجنة الفنية الثلاثية. كما يعتبر التشاديون بمختلف مستوياتهم معنيون بالوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد، وبالتالي فإن مشاركة الجميع في البحث عن الحلول تبقى ضرورية في هذا الإطار. وخلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء باهيمي باتاكا ألبير الأربعاء الماضي مع أعضاء الإطار الوطني للحوار الاجتماعي واللجنة الفنية الثلاثية، قد ظهر جليا رغبة جميع الأطراف في التوصل إلى حل، إذ أن الحكومة والشركاء الاجتماعيين برهنوا نيتهم في مواصلة الحوار بغرض التوصل إلى حلول ناجعة للأزمة الاقتصادية ترضي جميع الأطراف. غير أنه في الوقت الذي أعلن فيه الشركاء الاجتماعيون رفضهم التام لخفض رواتب الموظفين وإصرارهم على أن توفر الحكومة الأموال من أماكن أخرى، فإن الحكومة من جانبها ترى ضرورة توفير 30 مليار فرنك سيفا من رواتب الموظفين، وذلك حتى لا تفشل في دفع الرواتب بشكل منتظم. من ناحيته رئيس الوزراء باهيمي باتاكا ألبير دعا مختلف الأطراف إلى الحوار من أجل الحفاظ على السلام الاجتماعي في البلاد، كما ذكر الشركاء الاجتماعيين بالتزاماتهم نحو الحكومة ودعمها في تطبيق الإجراءات التقشفية لمواجهة الأزمة الاقتصادية. وفيما يتعلق بتنفيذ هذه الإجراءات لم يكن الشركاء الاجتماعيون عند كلمتهم، الأمر الذي لم يساعد في تقدم الأمور، كما هو الحال لمسألة تطهير ملف كشوف المرتبات بغرض الكشف عن الموظفين الوهميين. وقد اتفقت الحكومة التشادية مع شركائها الاجتماعيين على عدم خفض رواتب الموظفين، كما اتفقوا أيضا على تطبيق المرسوم رقم 687 القاضي بخفض علاوات الموظفين العموميين بنسبة 50%. رئيس الوزراء باهيمي باتاكا ألبير أكد على ضرورة التطبيق الكامل لهذا المرسوم رأسيا وأفقيا، كما ينبغي في نفس الوقت تنفيذ كافة الإجراءات المتعلقة بضبط الإيرادات والنفقات العامة للدولة، خاصة تطهير ملف كشوف المرتبات وعملية التدقيق في الشهادات.